أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة ظهر للأنباء، ونبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤبن شهداء المؤسسة العسكرية منوها بشجاعتهم واستبسالهم دفاعا عن الوطن، ويؤكد مواصلة المعركة على كافة الجبهات. في بادرة تضامنية من المجتمع المدني بصفاقس، توفير عدد آلات تنفس للمساعدة على تعديل الأكسجين في الجسم للمصابين بفيروس كورونا. وغضب وتنديد داخلي وخارجي بسبب اغتيال الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، والأمم المتحدة تدعو إلى فتح تحقيق في الحادثة. أهلا بكم من جديد. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم زيارة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، حيث تلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء تونس من أبناء المؤسسة العسكرية الذين استشهدوا أمس بجهة جلمة من ولاية سيدي بوزيد. وفي كلمة التأبين استحضر رئيس الجمهورية خصال أبطال تونس، ونوه بشجاعتهم دفاعا عن الوطن وعن أمن وسلامة التونسيات والتونسيين. في موكب خاشع أبنى رئيس الجمهورية قيس سعيد شهداء تونس العسكريين الأربعة الذين استشهدوا أمس إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل سلتا بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد أثناء تنفيذ مهمة عسكرية لملاحقة عناصر إرهابية، كما أبنى معهم الشهيد الوكيل مراد الفداوي الذي استشهد مساء أمس أيضا متأثرا بجروحه بعد إصابته بمرتفعات ولاية الكاف يوم 14 من شهر جانفي الفارط. نودع في هذا الموكب الخاشع أبطالا من أبطال تونس الذين التحقوا يوم أمس بالرفيق الأعلى. نودع اليوم المرحوم ملازم أول سامي والناسي، والمرحوم وكيل أول السيد العماري، والمرحوم عريف أول إسماعيل الخريجي، والمرحوم رقيب أول منعم الدلاعي، والمرحوم وكيل مراد فداوي. ستغادرون أجسادهم، ولكن ستبقى أرواحهم في ذهن كل التونسيين. وتلا رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء تونس، منوها بشجاعتهم واستبسالهم دفاعا عن الوطن وعن أمن وسلامة التونسيات والتونسيين من الأعداء المتربصين بالبلاد. نترحم على أرواحهم ونستحضر شجاعتهم وعطائهم، والحرب سجال. بالأمس سقطوا، ولكن سقطوا شهداء وسقوا بدمائهم هذه الأرض الزكية. لا يزيدنا ذلك إلا إصرارا على مواجهة هؤلاء المجرمين، وسننتصر عليهم. وقال قيس سعيد إن سقوط هؤلاء الأبطال نتيجة الغد والجبن لن يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة المجرمين بنفس الروح القتالية العالية. سنواصل المعركة، وعهدا أننا بنفس الروح القتالية العالية سنتصدى لهؤلاء المجرمين ومن يقف وراءهم ومن يريد أن يضرب الدولة التونسية. كما توجه رئيس الجمهورية لعائلات الشهداء الأبرار بأصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل. وإثر موكب التأبين نقلت جثمين شهداء المؤسسة العسكرية إلى مسقط رؤوسهم بكل من ولاية بنزرت والقصرين والقيروان وجابس لموارة الثرى. وقد تم منذ قليل إقامة جنازة الملازم أول سامي الوناسي بولاية القصرين وموارة جثمانه الثرى. يذكر أن 4 عسكريين استشهدوا أمس إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بمرتفعات جبل المغيلة بجهة جلمة من ولاية سيدي بوزنيد أثناء عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية لملاحقة عناصر إرهابية.
ربي يتقبلوا أعطينا لتونس ومزلنا نعطوه ببساطة، ونحن مستعدين لأي حاجة. الله أكبر، نطالب حق ولدي، حق ولدي ودمه ما يمشيش خسارة، وشدوا الإرهاب اللي قتلوه. إذن رحم الله شهداء الوطن. إلى موضوع آخر يتعلق بكوفيد-19، وفي بادرة تضامنية وتحت شعار عزيمة من جديد نغلب الكوفيد، نجحت شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس في توفير 7 آلات تنفس للتخفيف على المستشفيات، ستوزع على الجمعيات المنخرطة بالشبكة لتقوم بتوفيرها للحالات الاجتماعية الحاملة لفيروس كورونا في كامل معتمديات صفاقس. هذه الآلات للمساعدة على التنفس وتعديل الأكسجين في الجسم لدى بعض حالات الكوفيد، ارتفع نسق الطلب عليها بعد أن اكتشف الأطباء وأنها أحد الحلول لما بعد المستشفى أو للحد من الكلفة الباهظة للعلاج في المساحات الخاصة. الناس اللي قاعدة معتها مقيمة في المستشفيات وبعد تخرج معناتها يتعبوا برشا باش يلقاو ديزابريد أكسجين. الطريقة هذه باش تخرج برشا ناس من الوطأة هذه الحقيقة، باللي ثم مجهود كما قلت لكم نقوموا به تو في المستشفى الجامعي، وإلا في المستشفى الجامعي الهادي شاكر، وإلا في المستشفى الميداني الجديد، لكن ديما الناس بعد ما تخرج من المستشفيات تلقى برشا ضغوطات من الناحية هذه. توفير هذه الآلات وتأمينها لمن يحتاج إليها بات في الأيام الأخيرة من أولويات طيف من المجتمع المدني، على غرار شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية، خاصة بعد أن تضاعفت أثمانها وطالتها أيدي المحتكرين. تري هذوما قاعدين يخرجوا، قاعدين يستعملوا فيهم العائلات، قاعدين الحمد لله يحلوا في مشكله كبيره، وبعد نعاودوا نرجعوهم، نعاودوا ننظفوهم، نعاودوا نعملوا لونترتيان نتاعهم، نعاودوا نخرجوهم العائلات اخرى. نعرفوا سيت اباري شويه، دونك هيك علاش ان شاء الله ربي يوفقنا والعبيد الكل تكون معانا باش نحاولوا نوفروا ما اكثر ونحلوا مشكله كبيره. نحب ناكد انه لي زاباري هذوما كي يخرجوا راهم ما يخرجوش بطريقه عشوائيه. 17 جمعيه اللي موجودين في الشبكه كلنا بالتنسيق معاهم موجودين في مختلف المعتمديات، دونك كل جمعيه تتبنى انه توفر اطار طبي او شبه طبي على ذمه العبيد اللي باش تستحق لي زاباري لي زاباري دوكسيجين. هذوما مش يكونوا على ذمه الشبكه هما، لكن مش يتمتعوا بهم اذا الحالات العائلات اللي ما تقدرش باش توفر معناها الالات هذوما ما تنجمش زاده تكون في المستشفيات. الحقيقه البادرة هذه معناها مشكورة، من خلال البادرة هذه نتوجه بالشكر لكافة معناها مكونات المجتمع المدني إلى الحقيقة ما تدخلت حتى جهد في الفترة الأخيرة باش تعاوننا باش نخرجوا من هالجائحة هذه بأقل الخسائر. وفيما تبقى الدعوة مفتوحة لمزيد توفير آلات أخرى وحتى أكبر حجما، يواصل المجتمع المدني مساهمته في مكافحة الجائحة بالتوعية وتعقيم المؤسسات والإدارات في مختلف المعتمديات. ونبقى مع المجال الصحي، فقد استأنف مركز تصفية الدم بالجم نشاطه بعد أن تم إغلاقه منذ أكثر من سنة بسبب نقص الإمكانيات البشرية. اليوم وبعد فضي مشكل الانتدابات تمكن مرضى القصور الكلوي من تجنب عناء التنقل إلى المهدية الذي طالما عمق معاناتهم. بعد أن كان مغلقا لمدة فاقت السنة، فتح مركز تصفية الدم بالجم بولاية المهدية أبوابه لاستقبال مرضى القصور الكلوي الذين كانوا يتكبدون عناء التنقل إلى مراكز بعيدة. في الصف المهدي نمشوا على إيكار نتعبوا ولا نروح على خاصة، يعني كان من غدو نحل عوين تمدي ذا الملوح وما ندريش على روح هنا يتعب. واني الحمد لله في الجم الخراب راك قريب شوي. هذا مش يعاون برشا لانه المرضى هذولا هما اصحاب معناها بطاقات علاج مخفضه، ما ينجموا يصفيو كان في المهديه. تخيل المريض قصور كلوي هو يصفي 7 يعمل معناها نافيت 3 فوا بار سومين لمده معناها 70 كيلومتر، وبعد ما يصفي يكون في حاله معناها تعب وارهاق ويرجع للجم، وفيهم اللي يرجع للسويسي يعمل نافيه تقريبا 100 كيلومتر. طبيبان وخمس اطارات شبه طبيه يشرفون على متابعه حالات المرضى بهذا المركز المجهز بعشرة اسره ومجموعه من الات تصفيه الدم. انطلقت الاشغال في جوان 2014، الكلفه الاجماليه نتاعو كانت 2 مليارات و50 مليون.
بناء وتجهيز، تعطل انطلاق النشاط نتاعو في انتظار وانتداب اطارات طبيه. عندنا تو حاليا القسم يحتوي على قاعه كبيره بها 7 آلات تصفيه الدم، وعندنا قاعه للحالات المعزوله فيها 2 آلات، وعندنا قاعه للحالات الاستعجاليه. هذا سلوس مزور هو القلب النابض بتاع الدياليز. الرول نتاعها هي جست تنظف لنا الماء، تنحي منه كل ما هو لي غران بارتيكيل ولي مانيزيوم والكالسيوم، وكونترولي التي هاش والكلور في وسط الماء، وتعطينا ماء نظيف 100% للي صال. ونظرا لان هذا القسم التابع للمستشفى المحلي بالجم يعد وجهه عديد المرضى من المناطق المجاوره، يبقى في حاجه الى مزيد دعم الطاقم الطبي وشبه طبي. اذا كان احنا باش ناخذوا مرضى الجم ومرضى المعتمديات المجاوره للجهه الغربيه للجم، المرضى باش تتزايد وباش يلزمنا اطارات، مع العلم وانه توا يلزمنا فني سامي في الاختصاص البيو الطبيه، ولا اكيد متاكد خاطر توا احنا اللي لاهي بالصيانه ستاناجون دو 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 مانتونس. مركز تصفيه الدم بالجم وان اعتبر مكسبا للمنطقه، فان الامال ما زالت معلقه على تعميم مثل هذه المراكز بمختلف معتمديات ولايه المهديه. التقصي هو السبيل الوحيد للنجاة من السرطان، شعار تم اختياره للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان الموافق للرابع من شهر فيفري من كل سنة، مناسبة أكدت خلالها إدارة الرعاية الصحية الأساسية أهمية التقصي المبكر للوقاية من الأمراض السرطانية والحد من مضاعفاتها خاصة زمن الكوفيد. وبلغة الأرقام يبدو أن أعلى نسبة تسجل لدى مرضى سرطان الثدي بتسجيل 58.7% لكل 100,000 ساكن. الحالات في تونس متاع السرطان عند المرأة، السرطان الأولاني هو سرطان الثدي مع قريب 59 معناها حالة لكل 100,000 ساكن. السرطان الثاني عند المرأة هو سرطان الكولون مع 18 حالة لكل 100,000 امرأة. والسرطان الثالث هو متاع عنق الرحم بثلاثة ونص الألف المئة ألف ساكن. بالنسبة للرجال، السرطان الأولاني هو سرطان الرئة عند الراجل 40%. بالنسبة للكولون كيف هو ثالث سرطانات عند الرجال 18 عند 100,000 عند 100,000 ساكن. اقتصاديا الآن، ارتفعت خدمة الدين الخارجية المجمعة بنسبة 27% مع موفى شهر جانفي من هذه السنة لتبلغ 713 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. وتقلصت العائدات السياحية بنحو 58% ولم تتجاوز بذلك عتبة 150 مليون دينار خلال شهر جانفي الماضي وفق المصدر ذاته، في حين بلغ أمس احتياطي تونس من العملة الصعبة 22.6 مليار دينار، أي ما يعادل 158 يوم توريد، ليسجل بذلك تطورا بنسبة 16.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. ضمن أخبارنا العالمية، وفي لبنان عثر صباح اليوم على الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم مقتولا داخل سيارته جنوب البلاد حسب وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر أمني. وعلى خلفية هذه الحادثة، حذر تيار المستقبل التابع لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من عودة مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين. بعد اختفائه لساعات قليلة، لف الغموض مصيره ليعثر على جثته صباح اليوم مقتولا بالرصاص داخل سيارته في جنوب لبنان. هو الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفه المنتقدة لحزب الله. وعلى خلفية هذه الحادثة، انهالت ردود الفعل المنددة بما وصفته بجريمة اغتيال الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم. ففي أولى ردود الفعل، أدان تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، وحذر تيار المستقبل من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين،
كما طالب سعد الحريري في هذا السياق الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية بجلاء الحقيقة بأسرع وقت ممكن. ومن جهته قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في تصريحات صحفية إن ما حصل اليوم جريمة مروعة ومدانة. وبدوره قال وزير العدل السابق أشرف ريفي إن اغتيال لقمان يأتي في إطار مسلسل تصفيات الترهيب وكم الأفواه على حد تعبيره. أمميا طالب منسق الأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتس من السلطات اللبنانية التحقيق في هذه المأساة بشكل سريع وشفاف واستخلاص النتائج اللازمة. وتأتي ردود الفعل المستنكرة لهذه الحادثة في وقت فتح فيه القضاء اللبناني تحقيقا للكشف عن ملابسات مقتل الناشط السياسي لقمان سليم. اتجه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ثالث أيامه بمدينة جنيف السويسرية لجولة اقتراع ثانية لاختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد للبلاد، وذلك بعد إخفاق المرشحين 24 في الحصول على نسبة المطلوبة للفوز في جولة اقتراع أولى. وطبقا لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة لم يتحصل أي من المرشحين للمجلس الرئاسي على الحد الأدنى في التصويت، وظهرت نتائجه في ساعة متأخرة من مساء أمس، ما يعني أنه سيجري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية تشكيل القوائم، علما وأن آلية الاختيار حددت وجوب حصول المترشح الفائز على 70% من الأصوات. رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني أي تغيير في محتوى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 و2000، وكذلك إضافة أي مشاركين جدد في الاتفاق. وفيما يتعلق بالمشاركين، أوضح روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء أنه إما أن تكون صيغة الاتفاق الأصلية 5+1 أو تظل الصيغة الحالية 4+1، بعدما انسحبت واشنطن من هذا الاتفاق عام 2018 و2000 حسب ما ذكره الرئيس الإيرانية. وتأتي تصريحات الإيرانية فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران ستحتاج إلى وقت طويل، لافتة إلى وجود خطوات ستعمل الولايات المتحدة على اتخاذها قبل الحديث عن إحياء الاتفاق من جديد. في بريطانيا أفاد الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات بالبلاد بأنه توجد حالياً 4000 سلالة من فيروس كورونا، ما يقتضي العمل على تحسين فاعلية اللقاحات. وقد شرعت اليوم بريطانيا في خوض تجربة جديدة في مواجهة الفيروس عبر إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين للتحقق من مدى فاعليتها. يخوض العلماء داخل مخابرهم معارك ضد فيروس كورونا الذي فتك بالإنسانية. وبالرغم من توفر عديد اللقاحات ضد هذا العدو، فإن هذه المعارك لم تهدأ، بما أنه يبدي في كل مرة شراسة ومقاومة. آخر المعطيات أظهرت أن هناك حاليا نحو 4000 سلالة مختلفة من فيروس كورونا في أنحاء العالم، حسب الوزير البريطاني المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة ناظم الزهاوي، الذي بيّن أنه أمام هذه الوضعية فإن منتجي اللقاحات بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا يبحثون كيفية تحسين لقاحاتهم للتأكد من فاعليتها ضد هذه السلالات، ولو أنه استبعد عدم نجاعة اللقاح الحالي في مواجهة تحولات الفيروس. وفي مسعى لضمان أكثر فاعلية في التصدي لمرض كوفيد-19، بدأت بريطانيا تجربة جديدة، وذلك من خلال إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين، تجربة أريد بها التحقق من مدى نجاعتها مقارنة بجرعتين من لقاح واحد. ويعتبر العلماء أن هذا المزج الجديد للقاح قد يكون مفيدا ويمكن من تأمين حماية أفضل، وذلك بالقياس مع بعض برامج التحصين لمواجهة فيروس إيبولا والتي شملت طرقا مختلفة لتحسين الحماية. كما أن هذه التجربة تسمح وفق المسؤولين بتوفير المزيد من المرونة في استخدام اللقاح والمساعدة في التعامل مع أي انقطاع محتمل للإمداد. وبما أنه في الوقت الحالي ليس هناك من حل لمجابهة الوباء سوى التطعيم، تكافح القارة الإفريقية من أجل ضمان حصول دولها على حصتها العادلة من اللقاحات. وقد كشف الصليب الأحمر الدولي عن خططه لتأمين اللقاحات إلى الدول الفقيرة على أساس أن الفيروس سيبقى منتشرا ما لم تتمكن هذه الدول من الحصول على حاجيتها من اللقاح.
في جولتنا الرياضية تأهل بوروسيا مونشنغلادباخ لدور الربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر تغلبه على مضيف شتوتغارت بهدفين لهدف، وسجل ماركوس تورام والحسن بليا هدفي غلادباخ، أما هدف شتوتغارت الوحيد فتحقق عبر سيلاس. يلاقي نادي الأهلي المصري نادي التحيل القطري مساء اليوم انطلاقا من الساعة 6:30 في الدور الربع النهائي لبطولة العالم للأندية في كرة القدم التي تستضيف العاصمة القطرية دوحة منافستها بمشاركة 7 أندية أبرزها بايرن ميونخ الألمانية، كما يباري تايجرز المكسيكي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ابتداء من الساعة 3:30 ظهرا. بالرياضة نصل مشاهدين إلى ختام نشاتنا ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يؤبن شهداء المؤسسة العسكرية منوها بشجاعتهم واستبسالهم دفاعا عن الوطن ويؤكد مواصلة المعركة على كافة الجبهات. في بادرة تضامنية من المجتمع المدني بصفاقس توفير عادة آلات تنفس للمساعدة على تعديل الأكسجين في الجسم للمصابين بفيروس كورونا. وغضب وتنديد داخلي وخارجي بسبب اغتيال الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، والأمم المتحدة تدعو إلى فتح تحقيق في الحادثة. وكالعادة مشاهدين بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.